الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت وزارة الاتصالات عن ضغوط لإيقاف عملية ملاحقة المهربين للإنترنت لتورط موظفين حكوميين بقضايا تهريب الإنترنت تسببت بخسائر مالية كبيرة. وقالت الوزارة إن إجراءات اتخذت لمنع خسائر تقدر بنحو 4 مليارات دينار في 3 محافظات نتيجة عمليات تهريب سعات الإنترنت إلى الخارج في ظل تورط موظفين حكوميين مع أصحاب الشركات والأبراج الخاصة لتوزيع خدمات الإنترنت. قررت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق السماح للشركات الأهلية باستيراد وقود السيارات من خارج البلاد لمعالجة الأزمة التي تعاني منها محافظات إربيل والسليمانية وذهوك. وذكرت الوزارة أنه بناء على توصية من رئاسة حكومة كردستان العراق لحل مشكلة نقص الوقود، تقرر منح الرخص للشركات التي لديها الإمكانية أن تستورد مادة البنزين لمحافظات كردستان استثناء من شروط تعليمات وزارة الثروات الطبيعية، مطالبة الشركات التي ترغب باستيراد الوقود بأن تقوم بتقديم طلباتها بشكل رسمي. تراجعت صادرات العراق النفطية خلال شهر أيلول بنسبة 3% مقارنة بشهر آب الماضي، وهو إجراء يعد مخالفا لاتفاق أوبك برفع الانتاج تدريجيا، ما يعني خسارة تقدر بأكثر من 163 مليون دولار خلال شهر واحد فقط. وذكرت وزارة النفط أن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر أيلول بلغت 92,422,000 برميل بإيرادات بلغت 6,777,134,000 دولار، حيث من المفترض أن يرفع اتفاق أوبك الانتاج للدول الأعضاء تدريجيا وبشكل تصاعدي، إلا أن ما يحصل الآن أن إنتاج العراق انخفض على العكس من اتفاق أوبك. صرح رئيس شركة النفط الروسية روس نفط إيغور سيتيشين أن المساعي المستمرة للحد من تطوير مصادر الطاقة التقليدية سيساهم بارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يكون مؤشرا على أن حقبة النفط الرخيص قد انتهت. وقال سيتشين إن الحد من نمو الطاقة التقليدية سيؤدي إلى تقليص الاستثمارات المطلوبة للحفاظ على إنتاج موارد الطاقة عند مستوى معين، ما سيؤدي إلى صعود الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وقد ينتهي عصر أسعار الطاقة المنخفضة نسبيا الذي استمر لنحو 100 عام. تراجع الدولار إلى أضعف مستوياته في شهر مقابل العملات الرئيسية تحت تأثير قوة اليورو، فيما يراهن المتعاملون على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية، كما أدى ارتفاع الأسهم إلى تقلص الطلب على الأصول الأكثر أماناً. وهبط الدولار النيوزيلندي وسط تراجع في ثقة المستهلكين، بينما ارتفعت العملة المشفرة إيثر إلى مستوى قياسي، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى من بينها اليورو، ارتفع بنسبة 0.1%، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته المسجلة، وهو مستوى لم يهبط إليه منذ 27 من شهر أيلول الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.